امبارح كنت اجريت حوار لحضراتكم هنا في البرنامج عن مشاكل الزراعه في مصر ومشاكل الفلاحين في مصر، وكان معايا السيد محمد برغش، وكان معايا رئيس جمعيه الاصلاح الزراعي، وكان معايا نائب مجلس الشعب رئيس لجنه الزراعه. والحقيقه اتكلمنا كتير، وكان واحد من المشاكل اللي انا اكتشفت انها موجوده ان مفيش حد بيتكلم باسم الفلاحين. قلت لهم انتوا مش في نقابه؟ قالوا لي دي في 1000 نقابه، وفي 1000 جمعيه، وفي 1000 هيئه تمثيليه. قلت لهم طب ما دي مشكله. اعتقد النهارده ممكن يبقى بدايه لحل المشكله. النهارده النقابه العامه للفلاحين عقدت مؤتمر صحفي اعلنت فيه عن النقابه الموحده، مع اني مش عارف يعني ايه النقابه الموحده. هي في المفروض لاي فئه نقابه، ففكره نقابه موحده دي مش فاهمها قوي، بس يا رب تكون دي بدايه الخير، ويا رب ما يطلعش النهارده ولا بكره اصوات تقول لك لا دول مش شرعيين، دول ما بيمثلوناش، دول طماعين، دول مش عارف ايه. اتكلموا عن النقابه الموحده واعلانها، وكمان اتكلموا عن مشاكل الفلاحين وطلباتهم من الحكومه، خصوصا بعد حاله، في رايي حاله الاغتصاب اللي قامت بها الحكومه لحقوق الفلاحين على مدار الشهور اللي فاتت. اغتصاب كامل، انتهاك لعرض الفلاحين ليه علاقه بحياتهم ورزقهم، وحياه كانت جريمه متكامله الاركان. اتمنى ان الحكومه تفوق وتعرف انه الفلاح هو عصب هذا الوطن، الفلاح هو باني اقتصاد هذا الوطن. وارجعوا للتاريخ لو ما كنتش مصدقيني، شوفوا التاريخ. عهد جديد بنقابة الفلاحين بعد تكليف الحاج محمد راشد كنقيبا عاما للفلاحين طبقا لما جاءت به لائحة النظام الأساسي حتى إجراء الانتخابات خلال 6 شهور، حيث ساد أجواء من التفاؤل ونبذ الخلافات بين الجميع من أجل خدمة الفلاح والوطن والارتقاء بهما. البند الأول لم شمل الفلاحين تحت راية واحدة، وهي النقابة العامة للفلاحين الذي تم إشهارها بعد ثورة 25 يناير، وبنعتبرها من مكتسبات ثورة 25 يناير. البند الثاني وهو حل مشاكل الفلاحين، أصرنا نقطة القمح والقصب. القمح تم توريد القمح بما يعادل القيمة فعلا الانتاجية بتاعته، ومشكلة القصب يمكن جات لنا تليفون من 10 دقائق بيقول مشكلة القصب وتوريد القصب هيبقى للفلاح في خلال الأسبوع ده إن شاء الله بإذن الله. مشاكل الفلاحين كانت من أولويات النقيب الجديد خلال المؤتمر، خاصة مشاكل القمح وقصب السكر، بالإضافة إلى مناشدة المسؤولين بسرعة صرف المستحقات الزراعية. كان في مشكلة خاصة بمحصول القمح، ولكن الحمد لله النقابة العامة للفلاحين اتدخلت برئاسة الحاج رشدي وبالتواصل مع أعضاء مجلس النواب، وتم استصدار قرار بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم استصدار القرار من مجلس الوزراء بإعادة منظومة القمح للسعر الرئيسي اللي هو 420 جنيه الأردب. احنا بنطالب بتفعيل قرارات السيد الرئيس السابقة بزراعات التعاقدية والتأمين الصحي وصندوق التكافل الاجتماعي. جاء تكليف النقيب الجديد بعد رفض الدعوتين المقامتين من محمد العقاري وأسامة الجحش لانتفاء القرار الإداري وموافقة مجلس إدارة النقابة بالإجماع على تكليفه. أحمد غنيم، الحياة اليوم. يا رب تبقى دي بداية الخير للفلاحين في مصر وبداية الخير لمصر كلها. إهمال القطاع الزراعي وإهمال الفلاحين في مصر على مدار سنوات، والانشغال بفكرة الصناعة والثورة الصناعية والحضارة الصناعية، جاب على مصر خراب كتير. افتكروا الدولار كان سعره كان مقارنة بالجنيه في الخمسينات وفي الاربعينات لما كنا بنزرع وبنصدر، لما كان القطن المصري ده الدولة كلها مركزة على الاهتمام بيه وكان بيغزو العالم، كنا مدينين دول كبيرة منها بريطانيا اللي كانت محتلانا. يعني شوفوا المفارقة، بريطانيا كانت محتلة مصر ومع ذلك اقتصاديا مصر كانت مدينة بريطانيا. شيء في منتهى الغرابة. طول الوقت لما كنا بناكل اللي بنزرعه بإيدينا كان قرارنا في إيدينا. لما كنا بناكل اللي بنزرعه بإيدينا كان قرارنا في إيدينا. أما دلوقتي بناكل اللي بنستورده، فمع استيراد القمح بنستورد سياستنا، مع استيراد غذائنا بنستورد قرارنا. شيء الحقيقة في منتهى المهانة.